الفنانة اللي عملت البورتري ده هي سمر رأفت، هي عايشة مصرية عايشة في دبي، وهي دلوقتي معانا على التليفون. يا سمر، ايوه ازيك يا الخير. سمر؟ كل سنة وانتي طيبة. طبعا انت بالصحة والسلامة، ربنا يخليك. يا يعني ايه الجمال ده؟ احكي لنا كده يا شكرا. سمر، ايه اللي خلاكي ترسمي الشهيد احمد منسي؟ هل بعد المسلسل، او يعني احساس بالمسلسل، ولا من البطل، ولا من ايه؟ احكي لنا. انا لما رسمت المسلسل، رسمت البورتريه، انا رسمته باحساس رهيب بعد ما شفت مسلسل. لقيتني اتأثرت جدا بيه، وبعدين حبيت اعرف مين الشخص البطل ده. فدخلت لقيت زوجته منزله فيديو لمده 15 دقيقه تقريبا، كانت في مؤتمر، حكت عن بطولاته. فما اعرفش، حسيتني لازم اقوم اعمل حاجه، لازم اقوم ارسم. حسيت ان انا لازم اقوم دلوقتي ارسم. في ساعتها الصراحه خدت القرار وقمت رسمت. طيب ايه الادوات اللي استخدمتيها؟ هل استخدمتي خامات معينه ليها علاقه مثلا عشان توصلي رساله انه ده احد الابطال الاحياء المصريين، لان الشهيد حي الحقيقه؟ هو الصراحه انا استخدمت ورق برضو. انا الورق دوت جايباه بس للحاجات اللي ذات القيمه عندي، مش برسم عليه اي حاجه. انا اساسا ده شغلي، انا فنانه تشكيليه، فانا تقريبا بشكل يومي انا برسم. فبرسم عادي على ورق وعلى كانفاس اللي هي القماش، وبرسم على المخمل، برسم على كل حاجه. بس انا عندي الورق البردي ده في مكانه تانية خالص، يعني لانه بينتسب لينا وفراعنه وقدمائنا المصريين يعني. فحبيت ان انا اوصل الصوره بتاعتي عن طريق الورق البردي، واشتغلت فيها بالالوان الزيت. طب هل كان في مشهد معين او فيديو معين لما شفتيه في المسلسل قررتي ان انت هترسمي الصوره دي، ولا كان بس الصوره اللي زوجه الشهيد احمد منسي نزلتها؟ يعني كان ايه اول حاجه؟ هي اول حاجه ابتدت بالمسلسل طبعا. اتفرجت عليه زي اي مشاهد، مسلسل جديد في رمضان، ولقيت كذا حد يمكن ما تابعتش اول حلقه او ثاني. بعدين لما لقيت ردود افعال الناس على الفيسبوك بيتكلموا عنه ان هو حلو، فحبيت ان انا ادخل اشوفه، كمان ان هو مرتبط بشخصيه، يعني شخصيه موجوده حقيقيه بالظبط. فمش مسلسل وخلاص، يعني مسلسل هادف. بعدين دخلت تابعت الحلقات اللي كانت ناقصاني، وابتديت بقى لحد النهارده انا ماشيه مع المسلسل يعني. وبعدين في وسط الحلقات لما حصلت احداث الشهداء اللي ماتوا الفتره اللي فاتت، اليومين اللي فاتوا دول، ربنا يرحمهم، ربنا يرحمهم، حبيت ان انا اشوف اكتر عن الشخصيه اللي بيحكي عنها امير فراره في المسلسل. فدخلت شفت كذا فيديو للشهيد احمد منسي، فمن اكثر الفيديوهات اللي حركت جدا مشاعري، وبصراحه انا دمعت لما سمعت كلامها، سمعت الفيديو كامل، حتى سمعت لي الشعر اللي انا كتبته في الفيديو. اثر جدا جدا فيا، اثر حياتي بشكل عام، حبيتها واثرت فيا لدرجه ان انا قمت رسمت. وكمان ما كانتش الرسمه بالنسبه لي رسمه عاديه خالص بصراحه، والله يعني. طبعا ده فضل من ربنا، قد ايه ربنا بيحبه. انا كنت حاسه ان انا يعني برسم بشكل مختلف عن اي رسمه تانية. كأن يعني كأن الفرشة عارفه هي رايحه فين، يعني برسم بجد مش عارفه. اول مره بقى، اول حاجه ما حضرتش سكتش، يعني دايما في كل رسوماتي لازم بحضر سكتش قبل ما بشتغل. فدي الرسمه الوحيده اللي انا ما جهزتلهاش سكتش، انا فجأه جبت الورق البردي وابتديت بالشغل على طول، وكل حاجه خلصتها تقريبا، خلصت كل الرسمه في 6 ساعات. حلو بس جدا. غير متواصل، مش متواصل طبعا، يعني كانوا قبل بقى السحور وبعد الفطار وكده، يعني مقسماهم يعني على حسب طبعا المود يعني. طيب بس بصراحه من اكثر اللوحات اللي اشتغلتها بحب وشغف رهيب الحمد لله. طيب سمر، احنا سمعنا انك ما عبرتيش بالالوان بس، كان في حروف كمان كان ليها حاجه عايزه تقولها عندك، مش كده؟ هو انا لو خدت بالك في الفيديو هتلاقي في البدايه كتبت ايه قرانيه،
اترحم فيها على الشهداء، وبعدين مسحتها، وبعدين رحت كتبت القصيده الشعر ومسحته، وبعدين رحت كتبت عالم مصر بطريقه انه حطيت انه ايدين ايد بشكل علم بتاع مصر بالوان علم مصر، كانها بتحمي البلد، تعبير بتحمي البلد. حبيت ان انا اوصل في الفيديو اكتر من فكره، وما حبيتش ان هي صوره تنزل صوره بس، كنت عايزه اقرب لقلوب الناس اكتر. يعني انا كنت متاكده ان انا الفيديو هينجح معايا، بس بصراحه نجح اكتر من تخيلاتي الحمد لله. سمر يعني كانت عاليه جدا، نورتينا جدا، وصوره احساسها وصل لنا. لسه كنت بقول ان احنا حتى بنتفرج على رسمك لاحمد منسي احنا اتاثرنا من تاني، فيعني انا بشكرك جدا، شكرا ليكي ونورتينا.